أهلا بكم من جديد. كشف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن رمي 5 ملايين متر مكعب يوميا من المياه الثقيلة في نهر دجلة، ما تسبب بتراكم كمية كبيرة من الفضلات في النهر، لافتا إلى أن الفضلات المتراكمة في نهر ديالا انجرفت مع السيول إلى محطات التحلية. يوميا نؤكد 5 مليون متر مكعب من المياه الثقيلة في نهر دجلة، يوميا نرمي هذه الكمية الهائلة في نهر دجلة، وإحدى المشاكل في نهر ديالة هو تراكم هذه الكميات، هذه الفضلات، هذه المياه الثقيلة تستقر في قعر النهر عندما تكون مناسيب المياه واطئة فتستمر تتراكم، عندما جاءت سيول رفعت هذه الكميات وأدخلتها في محطات التحلية بحيث محطات التحلية أصبحت غير صحية، مما اضطرينا أن نوقف توزيع هذه المياه، والتوزيع بدأ ذلك بحوضيات، أكثر من 270 حوضية تحركت لتوفير المياه إلى المناطق التي حرمت من هذه المياه.